عندي ولد في السن السابعة من عمره يحب دائما أن يصلي بي ويكون إماما، وأنا ألبي رغبته في السنة كسنة المغرب وسنة العشاء مثلا، فهل هذا العمل صحيح؟ لا، لأن الإمامة في النافلة، الإمامة في النافلة جائزة. وقضي الذي بلغ سبع سنين صلاته صحيحة، تصح إمامته إذا كان بلغ سبع سنين فإن إمامته تصح، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة من سبع واضربوهم عليها بعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فإذا صلى بك راتبة بعض الفرائض بعض الأحيان فلا بأس، لكن يداوم على ذلك فلا يجوز، لكن يفعل بعض الأحيان ويكون في هذا تدريبي هذا الطفل على الصلاة أيضا. نعم.